لن يدفن الأمير فيليب حتى وفاة الملكة إليزابيث. جثمان الأمير فيليب المقرر تشييعه السبت المقبل في جنازة عائلية ورسمية تقتصر على المقربين فقط، سينتظر سنوات حتى يدفن إلى مثواه الأخير وفق وسائل إعلام بريطانية. وأوصى الأمير فيليب أن يتم تشييعه ودفنه من دون ضجة وبطريقة متواضعة، لكنها ستجري على مرحلتين لأنه توفي قبل زوجته الملكة إليزابيث الثانية. بعد التشييع سينقلون الجثمان لإبقائه في تابوت من خشب مقوى أو ربما معدني، والاحتفاظ به مدفوناً داخل ما يسمونه القبو الملكي بكنيسة حيث فارق الحياة بعمر 99 سنة وعشرة أشهر والبعيدة 36 كيلومتر عن لندن. هي كنيسة سان جورج، وهناك سيبقى راقداً في التابوت ينتظر لم الشمل بأملته الملكة، حيث تفارق الحياة بعد مدة قد تستغرق سنوات. بعد وفاة الملكة البالغة من العمر حالياً 94 سنة، سينقلون تابوته لدفنه معها في مثوى نهائي وأخير داخل قسم للدفن العائلي بنوه في عام 1969 تابعاً للكنيسة نفسها. وأطلقوا عليه اسم مدفن جورج ميموريال تشابل، حيث نقلوا إليه رفاتي الملكين هنري الثامن وتشارلز الأول، وأيضاً رفات والد الملكة إليزابيث الثانية الملك جورج السادس الراحل في عام 1952 بسبب مرض السرطان.